الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين ورضي الله تعالى عنه سيدي الشيخ عبد الله ابن محمد بن الصديق الغماري في كتابه الأربعون في الشكر، وهو الذي اختصر فيه الشكر لابن أبي الدنيا في الحديث الرابع والعشرين. عن عمرو ابن أبي عمرو عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني عن ربي تعالى، فهذا حديث قدسي ينمو به رسول الله إلى ربه سبحانه وتعالى: إن المؤمن عندي بمنزلة كل خير، يحمدني وأنا أنزع نفسه من بين جنبيه. يعني هناك تسليم ورضا لله، والرضا لله نوع من أنواع الشكر. الحديث الخامس والعشرون. حدثنا عبد الله هو ابن المبارك، أنبأنا يحيى بن عبيد الله قال: سمعت أبي قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أحب أحدكم أن يعرف قدر نعمة الله عليه فلينظر إلى من هو تحته ولا ينظر إلى من هو فوقه. فدائما ننظر إلى من هو أدون منا حتى لا نحقر نعمة الله علينا، ولا ننظر إلى من فوقنا، فكل من له فوق له فوق فيما لا نهاية. الحديث السادس والعشرون. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه، بل رضي الله تعالى عنهما لأن عبد الله من الصحابة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الدعاء لا إله إلا الله، وأفضل الذكر الحمد لله. قال الشيخ: رجاله ثقات. إذن لا إله إلا الله عده من الدعاء، وهو من الذكر، فالدعاء ذكر، كما أن تلاوة القرآن ذكر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كما أن الذكر المحض ذكر: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وأستغفر الله. كما أن الصلاة على النبي ذكر. إذن فكل هذا من باب الذكر. الحديث السابع والعشرون. قال: حدثنا سعد بن إسحاق ابن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثا من الأنصار
وقال إن سلمهم الله وغنمهم فإن لله علي في ذلك شكرا. كأن النبي نظر الشكر عند المسلم والمغنم. قال فلم يلبثوا أن غنموا وسلموا، فقال بعض أصحابه سمعناك يا رسول الله تقول إن سلمهم الله وغنمهم فإن علي في ذلك شكرا لله عز وجل. قال قد فعلت، قد قلت اللهم لك الحمد شكرا، وإنك ولك المن فضلا. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، يبقى وفى بالنذر. يعني ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ هم مستنين بقى ذبيحة ولا حاجة كده؟ لا، قال لهم أنا قلت الحمد لله والشكر لله. الحديث 28، يا رب، عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني أحبك، إني أحبك، يا بخت، إني أحبك، فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني دليل محبة النبي له أن نصحه هذه النصيحة الغالية التي لا تخرج إلا للأحبة. وهذا ما اشتهر بين الناس بحديث المسلسل بالمحبة، وكل شيخ يقول لتلامذته إني أحبكم، إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك وقد رويناه عن مشايخنا، عن السيد عبد الله ابن الصديق الغماري، وعن الشيخ ياسين الفداني، وعن السيد عبد العزيز الغماري، وعن الشيخ أبي العلا الشهير بحامد، وعن السيد محمد الحافظ التجاني، وعن غيرهم، أرويه لكم كما رويناه. فحدثنا به الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري من طريق الشيخ الكتاني في فهرس الفهارس بسنده إلى أبي عبد الله محمد بن علي الأنصاري، قال أنبأنا العلامة فالح بن محمد المدني، أنبأنا محمد بن علي السنوسي، أنبأنا الجمال بن عبد الحفيظ العجيمي، أنبأنا محمد هاشم بن عبد الغفور السندي، أنبأنا عيد بن علي النمرسي البرلصي، أنبأنا المعمر محمد البهوتي الحنبلي صاحب الشرح، أنبأنا عبد الرحمن البهوتي، أنبأنا نجم الدين الغيطي، أنبأنا الجلال عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الحافظ، أنبأنا أبو الطيب أحمد بن محمد الحجازي الأديب، أنبأنا قاضي القضاة مجد الدين إسماعيل ابن إبراهيم الحنفي، أنبأنا أبو سعيد العلائي الحافظ، أنبأنا أحمد بن محمد الأرموي، أنبأنا عبد الرحمن بن مكي، أنبأنا طاهر السلفي الحافظ، أنبأنا محمد بن عبد الكريم، أنبأنا أبو علي بن شاذان، أنبأنا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد، أنبأنا أبو بكر بن أبي الدنيا، حدثنا
الجروي هو الحسن بن عبد العزيز، حدثني عمرو بن أبي سلمة، حدثنا أبو عبدة الحكم ابن عبدة، حدثنا حيوة ابن شريح عن عقبة بن مسلم عن أبي عبد الرحمن عن الصنابحي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحبك، فقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وها أنا أقول لكم كما قال لي مشايخي: إني أحبكم. فقولوا: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والحديث المسلسل فيه صفة يتلوها كل شيخ لتلامذته، فهناك مسلسل بالأولية، وهناك مسلسل بيوم عاشوراء، وهناك مسلسل في يوم عرفة، وهناك مسلسل بإني أحبك، وهو هذا مسلسل. قل على ما وصف أتى مثل: أما والله أن باني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما، أو بعد أن حدثني تبسما. وهناك مسلسل بالحسن ننمو به إلى الحسن عن أبي الحسن عن جد الحسن، أحسن الحسن الخلق الحسن. الحديث التاسع والعشرون عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا نظر في المرآة قال: الحمد لله الذي سوى خلقي فعدله، وكرم صورة وجهي وحسنها، وجعلني من المسلمين. الحديث 30 عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن نوحا عليه السلام لم يقم عن خلاء قط إلا قال، لما كان يدخل الحمام ما يطلعش إلا إذا قال: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى منفعته في جسدي وأخرج عني أذاه. الحديث 31 عن أبي بكرة الثقفي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا شكرا لله. وكان علي زين العابدين بن الحسين عليهم السلام يفعل هذا حتى سمي بالسجاد، فكان يسجد لله كل يوم نحو 1000 مرة. الحديث 32 عن ابن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيت جبريل عليه السلام فبشرني وقال: إن الله تعالى يقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. فسجدت لله شكرا. لما سيدنا بلغ بهذا سجد لله شكرا. الحديث 33
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عباس يا عم النبي، أكثر الدعاء بالعافية. تملي نقول: اللهم آتنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. الحديث 34: قام أبو بكر، وذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وجمهور النحاة على أنها ممنوعة من الصرف فتجر بالفتحة، فنقول عن أبي هريرة، لكن هناك من صرفها فكسرها ونونها، يبقى عن أبي هريرة، وألف فيها الهندي إزاحة الحيرة في صرف أبي هريرة، وقال أنه ليس هناك موجب لمنعها من الصرف كما تقرر عند النحاة من قيام علتين بالكلمة تجعل الاسم مشابها للفعل في الاحتياج، فإذا كان كذلك منع من الصرف، وإذا لم يكن لا يمنع من الصرف، فلا يمنع علي محمد، إنما يمنع عمر أحمد، يثرب يزيد وهكذا. فهل هريرة وهو تصغير للقط توجب المنع من الصرف؟ فقال: لا مانع عندي، وألف هذا المؤلف وهو موجود مطبوع، إزالة الحيرة في صرف أبي هريرة. وكان شيخنا رضي الله تعالى عنه يتبنى ذلك ويقول: لا موجب لصرفه. فتملي لما كان ينطق الاسم هذا الشريف فيقول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لأنه ليس مصروفا عنده. عن أبي هريرة قال: قام أبو بكر رضي الله عنه على المنبر فقال: لقد علمتم ما قام فيكم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام أول، عام أول يعني العام اللي قبل اللي فات، في مقامي هذا، ثم أعادها ثم بكى، ثم أعادها ثم بكى أبو بكر، فقال: إن الناس لم يعطوا في هذه الدنيا شيئا أفضل من العفو والعافية، فسألوهما الله عز وجل. الحديث 35: عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله، يدعي بعض أهل الحديث أن ابن عباس لم يروي عن رسول الله إلا 4 أحاديث، وهذا خطأ، وأن بقية الأحاديث سمعها من الصحابة، ولأنه سمعها من الصحابة والصحابة ثقات، يبقى إذن أحاديثه كلها في حكم الإيه؟ الموصولة المرفوعة. ولكن تتبعت المجلد الأول للبخاري فوجدت ابن عباس يصرح بالسماع في أكثر من 60 موضعا، فيبقى العبارة دي اللي اتقالت في علوم الحديث محل نظر، لأنه صرح بالسماع أو بالمصاحبة أو بالرؤية، يقول: سمعت رسول الله، كنت مع رسول الله، قال لي رسول الله 60 مرة في المجلد الأول بس فقط. عن جابر بن عبد الله، ولكن هنا بيروي عن جابر وبينه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يقرأ: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، اللهم إنك أمرت بالدعاء وتوكلت بالإجابة،
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أشهد أنك فرد أحد، صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور. الحديث 36 عن معاذ رضي الله تعالى عنه وهو ابن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى على رجل وهو يقول: اللهم إني أسألك تمام النعمة. فقال: ابن آدم، هل تدري ما تمام النعمة؟ قال: يا رسول الله، دعوة دعوت بها أرجو الخير بها. فقال: إن من تمام النعمة فوزا من النار ودخولا إلى الجنة. قلت: أبو الورد بن ثمامة ابن حزن القشيري البصري، لم أرى فيه توثيقا وهو أحد رجال السند. يعني كأن رسول الله يريد أن يكمل الرجل الدعاء، وبدلا من أن يقف فيقول: اللهم إني أسألك تمام النعمة، فليقل أيضا فوزا من النار ودخولا إلى الجنة، يضيف دية علشان يبقى هو ده تمام النعمة. الحديث 37 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، وهو حديث صحيح. الحديث 38 عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، أدى شكر ذلك اليوم. ورجاله ثقات، وهو جزء من الوظيفة الزروقية. 39 عن عبد الله بن سخبرة عن سخبرة أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ابتلي فصبر، وأعطي فشكر، وظلم فغفر، وظلم فاستغفر. ثم سكت. قالوا: ما له يا رسول الله؟ قال: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الحديث 40 حدثني رجل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى رجلا بثلاث قال: أكثر ذكر الموت، يسلك عما يسلك عما سواه، يعني يسليك، وعليك بالدعاء، فإنك لا تدري متى يستجاب لك، وعليك بالشكر، فإن الشكر زيادة. وهذا مرسل، والمرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط، يبقى ده مفيش الصحابي، رجل ما نعرفش من التابعين من الصحابة يبقى اسمه مرسل. الحديث 41 عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل قال:
الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وهداني، فكل بالإحسان أتلاني. الحمد لله الرازق ذي القوة المتين، اللهم لا تنزع منا صالح ما أعطيتنا ولا صالح ما رزقتنا، واجعلنا لك من الشاكرين. الحديث 42 عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا أكل قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. الحديث 43 سمعت السري بن عبد الله وهو على الطائف وأصابنا مطر، فخطب الناس فقال: أيها الناس، احمدوا الله على ما وضع لكم من رزقه، فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا أنعم الله على عبد نعمة فحمده عندها فقد أدى شكرها. الحديث 44 عن جعفر بن محمد عن أبيه، جعفر اللي هو الصادق، محمد اللي هو الباقر، أبيه اللي هو علي زين العابدين، وكان يقول: كل ما رويت عن رسول الله فعن آبائي عن رسول الله. يبقى ده في حكم الايه؟ المتصل. يعني علي زين العابدين سمعوا من الحسين، والحسين سمعوا من علي بن أبي طالب حيدرة. إذا نظر في المرآة قال: الحمد لله الذي خلقني فأحسن خلقي وخلقي وزان مني ما شان من غيري. الحديث 45 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى صاحب بلاء فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني عليك وعلى جميع من خلق تفضيلا، فقد أدى شكر تلك النعمة ورجاله ثقات. وقال العلماء: بشرط ألا يسمع، يعني يكون في سرك حتى لا يتألم بما أصيب به. الحديث 46 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا من الأحاديث التي تثبت أن هذا سند حسن إن لم يكن صحيحا. فعمر أبوه شعيب، شعيب أبوه مين؟ محمد. ومحمد أبوه مين؟ عبد الله. وعبد الله أبوه مين؟ عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي هو وأبوه. فلما قال عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، شعيب قال: عن أبي، عمرو بن شعيب قال عن أبي، يبقى مين هو أبوه؟ شعيب. عن جدي، عن أبيه عن جده، شعيب قال: حدثني جدي، اللي هو مين جده بقى؟ يبقى عبد الله بن عمرو بن العاص. يبقى السند زي الفل، حلو اهو. عمرو اللي حدثه شعيب، وشعيب حفيد عبد الله بن عمرو من العبادلة، فيبقى شعيب بيروي عن سيدنا الصحابي ابن الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص.
ولا عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جد عمرو اللي هو محمد؟ طب محمد ما رواش كده، محمد يبقى ما سمعش رسول الله، لأنه محمد ده هو ابن عبد الله بن عمرو بن العاص، وبيقول قال رسول الله، يبقى ما نعرفش مين جايب منين الكلام ده. لكن واضح من الكلام لما قال سمعته انه هو مين، انه عبد الله بن عمرو مش ابنه محمد، لان محمد ما سمعش رسول الله، ده جه بعدين. يبقى اذن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده سند صحيح. طب وهل شعيب يعني شاف جده؟ ده تربى معاه، ده كان بيعينه، ده تربى في بيته. شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص كان هو اللي مرافق لعبد الله ابن عمرو بن العاص، وعبد الله كان عابد فكان يصوم كل يوم او يوم ويوم لا، لان النبي نصح وقال له بلاش لعل الله ان يطيل في عمرك، فاطال في عمره، وكان يقول يا ليتني سمعت نصيحة رسول الله. وبالرغم من كده لم يترك الصيام يوم ويوم لا، حتى في الحر والقيظ. مين كان بيعاونه بقى؟ يحضر له الفطار، ياخده يبقى يمشي بيه للمسجد، لانه طال عمره، اللي هو شعيب ده. يبقى شعيب يروي عنه ولا لا؟ يروي طبعا عنه، ده سمع منه كتير، ده هو اللي رباه. يبقى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. والدليل اهو، قال اللي هو جده ده سامعته، بس يبقى عبد الله بن عمرو ما هواش محمد، لانه محمد ما سمعش رسول الله. سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول خصلتان من كانتا فيه كتبه الله صابرا شاكرا، ومن لم تكون فيه لم يكتبه صابرا ولا شاكرا. من نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به. شوف واحد كده بيعمل أكتر منك، تقول أنا عايز أبقى زي ده، بس في إيه؟ في دينك مش في دنياك. ومن نظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله به عليه، كتبه الله صابرا شاكرا. ومن نظر في دينه إلى من هو دونه ونظر في دنياه إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته لم يكتبه الله صابرا ولا شاكرا. أنا أحسن منه، ده أنا بصلي وهو ما بيصليش، ده أنا بروح وهو ما بيروحش، ده أنا بيحضر مجالس العلم وهو ما بيحضرش. يبقى هتتكبر إن شاء الله. والناحية التانية ترى في الدنيا من هو أعلى منك. شوف ربنا عطى بيدي الحلق للي بلغه دان. العلماء قالوا إيه في بيدي الحلق للي بلغه دان؟ قالوا حتى يعطيه لمن له أذنان، فتبقى حلوة. شغل علماء. قالوا ما هو بيدي الحلق للي ملوش ودان علشان يختشي على نفسه ويديها للي ليه ودان يركبهم فيها، ما يجراش حاجة، يبقى بعد ماشيين حلو كده. والله تعالى أعلى وأعلم. ختبت الأربعون في الشكر، وأجزتكم بها كما أجازني بها شيخي